السوشيال ميديا في 2000 عملت 30 مليون مشاهدة. لا هي دلوقتي أكتر من 30، تقريبا 60 مليون. يوتيوب قولنا كنت متوقع النجاح اللي حققته ده، متوقع إيه من ألبومك الجديد يحقق نفس نجاح روقان؟ روقان محدش كان فينا عامل حسابها خالص، يعني الحمد لله ربنا أكرمنا فيها ورضانا آخر رضا، وبس إحنا ما كناش نتخيل إن ممكن ده يحصل بنسبة 10% أو 20%، فده توفيق من ربنا. كواليس الأغنية بقى، يعني كلمني عن كواليسها وتحضيرها. هي كانت في مسلسل رحيل للنجمة الكبيرة ياسمين صبري، وتقريبا هو مصطفى الغزول يعني أخويا وحبيبي المنتج المنافس للمسلسل كلمني وقال لي يا حمود احنا في ايه غنوة في المسلسل وكذا وكذا وكذا، ايه وايه عايزك تبعت لي حاجة نسمعها وكده، فبعت له غنوة قال لي يا حمود التيم بتاعها مش هو ده ومش هو، فقلت له يا ده انا معايا غنوة بس اروح عند الموزع واروح بس اجيبها وابعتها لك، ما كنتش لسه عامل روقان، فروحت عند الموزع تقريبا في ساعتين انا والشاعر احمد الجوكر ورامي المصري الموزع، قعدنا عملنا روقان دي تقريبا في ساعتين وبعتناها لمصطفى، قال لي بس هي دي، والمخرج قال لي تمام. فروقان اتعملت في وقت صغير جدا، بس عشان كانت يعني اجتهدنا، يعني عشان اجتهدنا ورحت وما كسلتش ان انا بعت لهم غنوه حلوه قوي اللي ما وافقوش عليها، فكان ممكن اكسل اقول ما انا بعت لهم غنوه حلوه وما وافقوش عليها فعلا، لكن انا اجتهدت ومش انا لوحدي، انا واحمد جوكر ورامي المصري وكلنا اجتهدنا وربنا اكرمنا. بعد ما وصلت لل 60 مليون ممكن تصورها فيديو كليب لوحدها بره المسلسل بقى خالص؟ لا خالص، ما اصل هي معموله اوريدي بالفيديو كليب في المسلسل، فما اعتقدش انه ممكن يعمل كده. لو هتحط اسم اغنيه قادره توصف حياتك هتحط اغنيه ايه؟ مفيش حد حياته كلها حلوه وحياته كلها وحشه، بس الحمد لله يعني كان الحلو اكتر من الوحش في حياتي، فاقول روقان. يلا سمعنا بقى حاجة منها. ماشي. بنودع اللي راح وبنقفل بيبانه، بنسك بالمفتاح على كل اللي خانه، عايزين من الحب محبة وحد يحبنا حبة كمان، نستاهل حد حنين يشيلنا في عيونه، الزعل مش عشاننا والدلع دلينا، الحاجة الحلوة دايما اللي تليق علينا، بنلاقي اللي قدرنا عشان نستاهل حب كبير، وبنبعد بقى ونغادر اللي عايز يأذينا. روقان الحادثة اللي اتعرضت دي أثرت على الحياة العملية، حسيت إن أنا عطيتك شوية، بالعكس يعني الحادثة أنا ما كنتش متخيل كم الحب ده من الناس، يعني الحمد لله رب العالمين. أنا أكتر نعمة ربنا أنعم عليا بيها حب الناس القريب والبعيد، الحمد لله رب العالمين. مش ما فيش حد كل الناس بتحبه ومفيش حد كل الناس بتكرهه، بس الحمد لله رب العالمين عشان أنا في حالي دايما وما بعملش مشاكل وكده، فالنسبة الأكبر في الناس اللي بتحبني. الحادثة بينت لي قد إيه الناس بيحبوني وتعاطفوا معايا، وبالعكس الحادثة كانت مش هقدر اقول شر، كانت خير. اسمك محمود محمد حسن، مين بقى اللي سماك بندق؟ محمود محمد حسن ده اسمي في البطاقة. بندق كان والدي، هو ربنا يرحمه يا رب ويجعله من اهل الجنة ان شاء الله. بابا كان حاجة كده فريش، حاجة جميلة، كله طاقة، وهو شبه البندقة، هو بندقة فعلا، فسموه بندق، فطلع اسمي على اسم والدي، هو ده بندق، هو ده الموضوع. بس احنا دلوقتي خلاص احنا بعتنا للدعم ولكل الحسابات وكده عشان يبقى حوده، بس مفيش بندق خالص. ايه النصيحة اللي والدك وجهها لك لما قلت له ان انت هتغني او هتروح المجال ده، وهل كان معترض ولا لا؟ بصي لا على الغنى لا، بس في فترة كده كانت انا رحت عملت مهرجان من وراه، فراح عمل مشكله مع فيلو وكده، مش مشكله طبعا، بس قال له ما تاخدوش حدى معاكوا تاني وبتاع وايه، عشان حدى مش هينفع يغني الشكل الموسيقي ده وكده، بس
فالاغنيه نجحت. فانا كلت علقه، انا فاكر والله العظيم اليوم ده اقسم بالله كلت حته دين علقه. بس فبابا بقى كان مانع خالص الشكل الموسيقي ده. ف 2015 عملت غنوه انا واخويا تيتو اسمها ايه دنيا عناديه، دي كانت كسرت الدنيا. بعدها رحنا عاملين غنوه تانية اسمها يا بنات حلوين حلوين يا بنات تعمل تعمل، دي انتشرت بشكل مبالغ فيه. بس فابتديت بقى انا اعمل مهرجانات بشكل اكبر وكده. المهرجانات مش هقول ان هي نقطه سودة في حياتي، المهرجانات ضافت لي وخلتني اتعرف اكتر. فانا مش ضد المهرجانات خالص، اللي بيسيء للمهرجان الناس اللي بتعمل المهرجان بشكل وحش ويبقوا هما بقى متصدرين المشهد، لكن انا مش ضد المهرجانات، انا ضد الوحش اللي في المهرجانات. طب بعد يا بنات حلوين تعبين والدك شافها كان ايه برضو تعليقه بما انه برضو هو مش حابب السكه بتاعت المهرجانات؟ ما هو خلاص بقى، هو يعني الوقت ده كنت انا مضيت في 2014 مع شركه كبيره جدا وقعدت معاهم لحد نص 2015 ما عملوليش غير غنوه واحده. والدي كان متفاهم ده ان مفيش انتاج ومفيش حاجات. فلما عملت ايه دول عاديه انا كنت انا اللي موزعها انا وبيجو، حطيت انا كمانجا وكابلا وبتاع، عملتها برده بشكل موسيقي شويه، شكل فيه فن شويه. فكان هو متفاهم ان مفيش انتاج وكده. ف ما ضربتش بعدها؟ ايه؟ ما ضربتش بعدها؟ لا ما كانش في ضرب بعدها. قلت على الغنى حرام، ومع ذلك فاتح بيتك منه وترابط ولا بتجاد نفسك. هو انا ما قلتش على الغنى حرام لان انا يعني شايف ان انا اصغر من ان انا قلت حرام وده حلال. انا شخص عادي، في ناس متخصصه بده. انا بس لما سالوني قلت ان في مجموعه كبيره بتقول الغنى حرام وفي مجموعه تانية بتقول لا ده حلال، بس المجموعه الاكبر يعني اجمعوا على ان الغنى حرام. فهو ده الموضوع، بس هو دي يعني ما قلتش ده حرام وده حلال. انا طيب بالنسبه لحضرتك اصلا شايفين في مطربين بيعتزلوا عشان حرام بعدين يرجعوا، يعني انت شايف ده ازاي؟ وهل ممكن في يوم تعمل حاجه زي كده؟ والله بصي، هو ما فيش حاجه بعيده عن ربنا. لو هنتكلم جوه حوده يعني انا كحوده ساعات كتير بفكر ان انا نفسي اعتزل وابعد عن الغنى، وده كتير والله العظيم بفكر فيه. بس مش عارف بقى ده ممكن يحصل. طب ايه اللي يخليك؟ بس مش معنى كده ان انا بقول ده حرام وده حلال، انا ما ولا بحرم ولا بحلال، انا اقل كتير من ان انا اقول ده حرام وده حلال. طب ايه الحاجه اللي لو حصلت فانا هتعتزل او هي اللي هتخليك خلاص انا هعتزل؟ هل مثلا تكون وصلت الليميت معين من اغاني خلاص انا اكتفيت؟ لا ولا ايه؟ هو مش كده، هو دي مش عارف ممكن ده يحصل امتى، يعني ما اقدرش اقول لك ممكن يحصل امتى. وقعدت في الحب ومحدش سمع عليك، ايه اللي اتغير فيك بعد ما بقيت حب؟ ما انا قلت يعني كل حاجه. ده ليه ده فعلا احلى حاجه في الحياه، وربنا يحفظها يا رب واشوفها اجمل عروسه، ونفسي تبقى دكتور ان شاء الله، يعني شوفها اجمل دكتور ان شاء الله. كنت قبل كده وصفك بمطرب مهرجانات، هل ده فن انت مطرب عليه ومش بتحبه ولا ما تحبش تتحط في خانه واحده وعايز تغني كل انواع؟ ما احنا لسه كنا بنتكلم، هو انا مطرب ومطرب بغني كل الاشكال الموسيقيه. يعني انا عندي مثلا تتر مسلسل بابا المجال الفنان الكبير مصطفى شعبان، عندي جوه في المسلسل تقريبا تتر البدايه وغنوه في الحلقه الثانيه وغنوه في الحلقه ال 16 وغنوه في الحلقه الاخيره. فانا تقريبا عامل اربع اغاني كلهم مختلفين عن بعض، التتر غير الغنوه اللي في الحلقه ال 16 غير الغنوه الثانيه، الغنوه الثانيه رمضان انا والنجم الكبير طارق الشيخ، غير الغنوه اللي في الحلقه ال 30، وكلهم اشكال موسيقيه مختلفين عن بعض. دي غنوه دراما ودي غنوه شعبي شويه بابا المجال وبتاع عشان السياق بتاع الدراما اللي احنا فيه، وغنوه رمضان بتتكلم عن رمضان ومرحب رب شهر وكده. وعندي اغاني تانية يعني انا هنت عليه بشكل دراما خالص بعيد عن المقسوم اصلا، كان ليا حبايب بشكل دراما بعيد عن المقسوم. عندي في اغاني الدراما برضو في المقاسيم بعدك عني فارق وجع القلب بالسلامه،
فحاجات مختلفه عن بعض. عندي غنوه تكنو لسه نازله من تقريبا شهر، يعني تكنو ده ملوش علاقه بالشعبي نهائي، شكل تاني وناس تانيه اللي بتسمع الشكل من المزيكا ده. فانا مش مطرب مهرجانات، انا بغني كل الاشكال الموسيقيه والحمد لله ناجح في كل الاشكال اللي قدمتها، فمحدش يقول لي انت مطرب مهرجانات. طبعا بتضايقني، طبعا بتضايقني جدا، انا مش مطرب مهرجانات، انا مطرب بقدم كل الاشكال الموسيقيه بس. يعني انت عايز تقال عليك مطرب بس ولا مطرب شعبي؟ بعيدنا خلاص عن المهرجانات. لا انا بغني مطرب شعبي طبعا، ما تسقش ليه، لكن مطرب مهرجانات بس لا طبعا مش لذيذه خالص. بس انا بغني كل اشكال الموسيقيه، فالمطرب حوته. بس انت مش ضد المهرجانات، يبقى ازاي هتسيق ليك؟ ما انا بقى انا مش ضد المهرجانات، ما بس كلمه ان انا مطرب مهرجان تسيق، مش تسيق برضو، بتبخس بحقي ان انا بغني كل اشكال الموسيقيه، لكن مطرب المهرجان ده اللي هو بيقدم الشكل ده بس. مين الشخص لو انت دلوقتي في ازمه، ما فيش في جيبك ولا مليم ولا في الكريدت كارت بتاعتك ولا معاك فلوس، هتتصل بيه تقول له انا تعالى وهيجي لك ويديك الفلوس اللي انت عايزها؟ هو انا عملت كده مع اشرف. طب مين غير اشرف؟ طيب انت اول ما هتكلمه هتلاقيه قدامك. سلطان طبعا، سلطان مش هتتصل بيه بقى. سلطان ده اتصل بيه دلوقتي؟ اه قول له ان انت محتاج منه فلوس بقى، عايزين نشوف هيبقى معاك ولا ضدك دلوقتي. ماشي. قول له ان السبيل مش شغال. ايه؟ قول له ان السبيل مش شغال. ماشي. بس ما تقولوش ان انت في ندوه ولا في حاجه. ماشي. بس ده هيحس. ربنا يستر. افتح السبيكر؟ ايوه. يا رب يرد بس عشان هو ممكن يكون قافل الداتا. سلطان. الو. بقول لك ايه؟ انا في استنى خليك معايا، انا المفروض اعمل ايه؟ قول له انا محتاج فلوس دلوقتي تعالى لي حالا. طب بقول لك ايه؟ انا بالعربيه وفلوسي مش معايا ودخلت البنزينة وحطيت في المهندسين. مبهزرش مبهزرش. طيب مبهزرش. طب نحاول ليهم ولا نعمل ايه؟ اه ماشي ما ماشي، ممكن اجيب لك رقم الراجل ده ابعته لك على الواتساب. ماشي، ممكن بس رقمك لو سمحت. قول له خلاص احنا بنهزر. طب بقول لك ايه؟ بقول لك انا بهزر خلاص، وانت دلوقتي معانا على الهوا. انت معايا على الهوا، انا بصور دلوقتي وهم قالوا لي مين اقرب حد يعني هتكلمه ويجي لك في ساعتها وكده. اه فانت يا حبيبي كمل حومه بقى، كمل حومه دلوقتي. ما يا راجل روح كمل حومه. اه والله. طب ما ينفعش بقى الحومه والكلام ده. طيب روح خلاص، روح اقعد في الاوضه. يلا انت عصام صاصة، ان اللي يتعامل معاه يحس انه طفل من طفته. ايه وصفت الوصف ده؟ هل هو من اصدقائك المقربين؟ طبعا عصام حبيبي واخويا وربنا ربي يفرجها عليه ان شاء الله. قلت عليه كده لاني ده اللي حس يعني ده لما اتعاملت معاه ده اللي حسيته منه، والله العظيم مش كلام ومش مبالغه، بس هو فعلا حسيت ان انا بتعامل مع طفل مش شخص كبير. طب في مواقف بتجمعكم او حاجه حصلت بينكم يعني انت وعصام؟ يعني اه طبعا كتير يعني. اخرها كنا واحنا بنصور الكليب بتاعنا وقاعدين بقى في الكرفان بنلعب بلاي ستيشن. عصام والله جميل اقسم بالله، والله مش ببالغ يعني. دخلت العيش الزوجية بدري عشان تحس بالاستقلال عشان اتدبست. لا طبعا ده احلى تدبيسة في حياتي يعني. ام دليدة دي احلى حاجة في الحياة، هي ودليدة. انا دخلت العيش الزوجية عشان انا ومراتي بنحب بعض فعلا، ووقفت معايا في حياتي يعني مهما اتكلم مش هديها حقها 1%. لا يعني ربنا خليها ليا هي ودليدة. ولا يعني شقينا كتير وعانينا كتير عشان
نبقى في عيش الزوجية دي. طب انت نجم واكيد ليك معجبات وفي مواقف بتحصل، هل هي بتبقى غيرانه او هي يعني بتبقى عامله زي او بتتعامل زي مع المعجبات لما بتبقى في مش هنتكلم ان ان ان, إن ما فيش ست ما بتغيرش. تمام. انت اكيد ست اكيد. فبس هي متفاهمه الوضع اللي زوجها فيه. فالحمد لله الى حد ما بشكل كبير عارفه تتعامل مع الموضوع. وفي ساعات حاجات بقى يعني برضه لازم ما هي ست لازم تغير على جوزها. فلا بس هي بتعرف تتعامل مع الموضوع. طب هل في موقف حصل ما بينكم بينك وبين معجبه وهي كانت موجوده مش قادر تنساه او موقف محرج حصل تحت ظهرنا؟ حصل موقف محرج؟ لا ما افتكرش ان ده حصل منها. يعني هي دايما محافظه على شكلنا واحنا بره طبعا وجوه البيت وفي كل حته، بس لا طبعا محافظه على ده. أم دليدة هل بتتدخل في اختياراتك للأغاني أو في شغلك بشكل عام ولا؟ لا بصي، وأنا دايما بسمع يعني هي وأشرف وطحاوي وصحابي القريبين مني، باخد دايما رأيهم في الأغاني. بس هي طبعا النسبة الأكبر إن هي مسيطرة يعني؟ لا مش لا خالص، هي لو حاجة وحشة تقولي حدى دي وحشة. يعني هي ما بتعرفش الجمال، حدى دي وحشة مش هعرف خلاص. دليدة غيرت ايه في حدى؟ كل حاجة. دليدة غيرت يعني والله العظيم اقسم بالله من اول وقت قالتها في واحنا في المستشفى انا في حاجة راحت عاملة كده وحاجة تانية راحت داخلة. فكر اتغير 180 درجة. بتحافظ على اختيارات اغانيك عشانها اللي هو لما تكبر يقولوا بابا كان بيغني كذا؟ انا يعني انا دلوقتي شلت يعني الحسابات بتاعتي كلها بقت حوده، بس ما بقاش حوده بندق بسبب دليل. يعني انا دلوقتي حوده مش حوده بندق. مش بعيب في الاسم طبعا، ده غالي على قلبي. ده يعني والدي كان اسمه محمد بندق وربنا يا رب يرحمه. بس انا بفكر لدليدة قدام، ده والدها اسمه حوده بندق، لكن حوده ماشي شغال. مثلت مع مصطفى شعبان في مسلسل الزوجه الرابعه من اختيار مين يختارك وقتها ورشحك للدور وايه اللي اتغير في مصطفى شعبان المسلسل الرابعه لقيته وانت معاه في مسلسل بابا المليان؟ لا هو نفس الاستقبال. يعني النجم الكبير مصطفى شعبان هو يعني اخ كبير وغالي على قلبي قوي، وكل مره بيشوفني فيها بيحضني ويروح شايلني والله العظيم. يعني ده حصل. واللي اختارني في الزوجه الرابعه كان عم وجدي الهواري المخرج بتاع المسلسل، هو اللي رشحني للدور وبس. يعني عم وجدي هو اللي رشحني للدور. ممكن نشوف حدى ممثل؟ مش بعيد ان شاء الله، قريب جدا. لسه كنا بنتكلم في الموضوع. مش بعيد، قريب جدا ان شاء الله. انت قدامك ثلاث كروت، ماشي، كل كارت فيهم ليه معنى هقوله لك ونشوف هتديني. فهناخد الكارت الاصفر الاول. ماشي. الكارت الاصفر ده لحد موجود في حياتك وبتدي له انذار عشان يخلي باله منك او يخلي باله من تصرفاته معاك. الكارت الاصفر ده للشخص ماشي. معلش ممكن تقولي تاني؟ هو الكارت الاصفر لحد موجود في حياتك. لحد موجود في حياتي. وبتدي له انذار عشان يخلي باله من تصرفاته الفتره الجايه. الناس اللي انا بتعامل معاها بحب واخويه وهم بيشوفوني بشكل تاني وبيتعاملوا معايا بعكس ده. تمام، هنخلي الكارت الاصفر ناخد الاحمر. الاحمر ده اكيد ده بقى زيادة. الكارت الاحمر لحد جبت اخرك منه خلاص، بتقول له يلا انت بره حياتي. مين؟ ما اقول اسم. عايز تقول لا لا ما فيش. هو الانسان اللي بيديني طاقه سلبيه ومزعج اقول له ابعد، يعني ربنا يبعدك عن ده. قلت هتقول اسم. لا ما فيش اسم. ماشي، هنخلي الاحمر وناخد الكارت الاخضر. ده مسالم. مش قوي مش قوي. حصل بينكم خلافات؟ الكارت الاخضر. حد حصل بينكم خلافات
وبتحط الضوء الاخضر عليه علشان خاطر بتقوله تعالى نرجع نتعاتب ونتكلم ونتكلم تاني. مين؟ لازم اقول شخص يعني؟ بس لا والله بصي هو يعني مش هقول اشخاص، بس انا دايما ما بحبش ابقى انا بدي الضربه القاضيه. انا مسالم يعني، ما بحبش ادي الضربه القاضيه. شخص بتعاتب؟ بعاتب وعشان الدنيا تبقى حلوه احسن من الاول كمان يعني. دايما يعني ما بتعملش بلوكات لحد خالص، ما بتقفلش من حد؟ لا في صراحه. مين بقى؟ مين اللي عملت لا مش لازم اقول مين، بس في ناس حاولت معاهم مره واثنين وثلاثه ان خلاص ونقعد نتعاتب، بس هما زي ما هما، هو شخص وحش فلازم يبعد. فكرة الصور، هوريك صور ماشي لشخص، هتقول لي هو مين واحكي لي موقف معاه او قول او توجه لي كده. تمام. طبعا النجم الكبير تامر حسني. لا يعني ده حاله كده فريده من نوعها في الوسط الفني. ربنا يا رب يديله الصحه ونشوفه دايما عالي، ولانه هو يستاهل. انا قلت اتكلمت عليه قبل كده ان هو انسان حقيقي، وبقولها تاني ان هو انسان مفيش منه في الحياه كتير. فربنا يا رب يخليه لينا والجمهور ولكل حبايبنا. تمام. تاني صورة؟ طبعا صولة. نجمة كبيرة صولة. بحبها دايما، بحبها طبعا على المستوى الشخصي وعلى المستوى الفني، ومفيش كلام يتقال فيها، مفيش منها دي. تتمنى تعمل ديو معايا؟ لو هعمل ديو انا اتمنى شيرين عبد الوهاب. انا بحب صولة طبعا، بس شيرين عبد الوهاب هي رقم واحد بالنسبة لي طبعا. الصورة التالتة؟ أبو وديع. فنان كبير وأسطورة، جورج وسوف. ده كان يعني مثلا أقول إيه ولا إيه، مفيش كلام يوصف أبو وديع خالص. أنا اتقابلت فيه في 2008، وكان في أصلا مشروع إن أنا خلاص في أواخر 2009 إن أنا مسافر معاه، وكان معانا رجل أعمال هاني عثمان حبيبي بوجه له التحية. وكنا خلاص مسافرين وحصل مواقف كده وما سافرتش، بس يعني مش عايز اتكلم في الموضوع يعني خلاص. هو طب ايه الكلمة اللي توجهها له؟ أبو وديع ربنا يديله الصحة يا رب ويخليه لكل حبايبه وناسه وجمهوره. الصورة التانية معانا حسن شاكوش. على المستوى الشخصي أنا بحب حسن. هو ما شفتش منه حاجه وحشه الصراحه. وصديقي وحبيبي ابو علي. طب هل ممكن برضه نشوفك في ديو معاه؟ مش بعيد ليه لا، يعني مش بعيد خالص. مع انك كنت معترض على المهرجانات دلوقتي. ما يعني ما ماشي، ما مش بس انا مش معترض على المهرجانات، انا معترض على الاشخاص اللي بتعمل المهرجان بشكل وحش. فحسن لا بيعمله بشكل لذيذ. انا معترض، مش معترض على المهرجانات عشان ما توقعنيش. انا معترض على الاشخاص اللي بتقدم المهرجان بشكل وحش. فلا حسن طبعا مع شركه كبيره، شركه مزيكا، وما اعتقدش ان هو بيقدم الشكل ده وحش، لا بيقدمه بشكل لذيذ. اخر صوره معانا اقول لك، انا تقريبا اتقابلت بيها في المسلسل بس في الزوجة الرابعه. كانت والدتي هي في المسلسل كمان. لذيذة، ما شفتش منها حاجة وحشة، بس يعني مش أصدقاء يعني على المستوى الشخصي. دلوقتي هسألك كام سؤال هترد عليا في 5 ثواني. تمام ماشي. رضا البحراوي ولا محمود الليثي؟ رضا البحراوي. عبد الباسط حمودة شعبان عبد الرحيم؟ يعني أنا طبعا بحب عم شعبان الله يرحمه، بس طبعا مع العوضي ولا السقا؟ بالنسبة لي أنا يعني الاتنين بحبهم، بس ميال أكتر للعوضي. بتحس شخصيتك مقربة ليه؟ بحب العوضي. هو شبهنا والساعة برضه شبهنا وكل حاجة، بس أنا بحب العوضي يعني، بس بحب الاتنين طبعا. مصطفى شعبان ولا أحمد حلمي؟ شيرين ولا أنغام؟ مفيش، ما تقارنش شيرين عبد الوهاب. حمو بيكا ولا عصام صوصة؟
بص استنى الساعة 6 ثواني عشان ايه حمو من المنطقة عندي واخويا وعصام حبيبي، فهنا مش هينفع نختار حد واحد. واحد بس. مش هينفع؟ واحد بس هتروح المنطقة ما تخافش. لا لا طبعا مش على كده والله، ما حمو اصل حمو يعني اخويا من واحنا من قبل ما هو يغني خالص وهو معايا في المنطقة وكده. فلا مش هعرف اقول الاثنين. اهلي ولا زمالك؟ زمالك. ساحل ولا اسكندريه؟ بص اسكندريه في الشتاء حاجه تاني، فاسكندريه طبعا. وسط البلد ولا تجمع؟ تجمع. سفر ولا بيت؟ بيت. صدر ولا ورك؟ صدر. بسله ولا فاصوليا؟ بسله. فاصوليا اللي هي عامله ازاي؟ البسله دي الخضرا والتانيه خضرا برضه. ايه ده ازاي؟ البسله اللي هي المدوره. لا البسله انا مع المدوره اللي بتحط فيها جزر. ايوه هي دي. مين الشخص لو انت دلوقتي في ازمه ما فيش في جيبك ولا مليم ولا في الكريدت كارد بتاعتك ولا معاك فلوس، هتتصل بيه تقول له انا تعالى وهيجي لك ويديك الفلوس اللي انت عايزها؟ وانا عملت كده مع اشرف. طب مين غير اشرف؟ طيب انت اول ما هتكلمه هتلاقيه قدامك. سلطان طبعا. سلطان اتصل بيه بقى. سلطان ده اكتسب دلوقتي؟ قول له ان انت محتاج منه فلوس بقى، عايزين نشوف هيبقى معاك ولا ضدك دلوقتي. ماشي. قول له ان السبيل مش شغال. ايه؟ قول له ان السبيل مش شغال. ماشي. بس ما تقولوش ان انت في ندوة ولا في حاجة. ماشي. بس ده هس. ربنا يستر. افتح السبيكر؟ ايوه. يا رب يرد بس عشان هو ممكن يكون قافل الداتا. سلطان. الو. بقول لك ايه؟ انا استنى خليك معايا، انا المفروض اعمل ايه؟ قول له انا محتاج فلوس بس تعالى لي حالا. طب بقول لك ايه؟ انا بالعربية وفلوسي مش معايا ودخلت البنزينة وحطيت في المنزين. مبهزرش أي مبهزرش. ماشي ما ماشي، ممكن اجيب لك رقم الراجل ده ابعته لك على الواتساب. مش ممكن بس رقمك لو سمحت؟ قول له خلاص احنا بنهزر. طب بقول لك ايه؟ بقول لك انا بهزر خلاص، وانت دلوقتي معانا على الهوا. انت معايا على الهوا، انا بصور دلوقتي وهم قالوا لي مين اقرب حد يعني هتكلمه ويجي لك في ساعتها وكده. فانت يا حبيبي كمل حومة بقى، كمل حومة دلوقتي. ما يا راجل روح كمل حومة. والله. طب ما ينفعش بقى الكلام ده. طيب روح خلاص، روح اقعد في الأوضة. نورتنا ويا رب كل الأسئلة عجبتك. لا كده. شكرا.